صارين الكابتن احمد فتحي والله يا كابتن اسلام. ويعني بص يا يعني مش احمد قادر فتحي اوصف لك هتلاقي كابتن عينيه احمد مرت، فتحي قول احنا له عملنا قول له استاذ يقول لك المستحيل عينيه مرت. عشان كابتن احمد فتحي الكل بيقول لك انت عينيك احمرت. انا عايز انام. عايز ينام يا كابتن اسلام. يعني بصراحه الاول بنوجه الشكر للكابتن احمد ان هو لبى الدعوه بصراحه، بقى لنا يومين يا كابتن اسلام بنجري ورا الكابتن احمد، بس فعلا لينا الشرف اكيد الجوكر يكون معانا واحد من النجوم اللي النادي الاهلي، الاصرار والجديه والعزيمه وكل الكلام اللي ممكن تقدر تقول عليه على كابتننا الكبير، واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد فتحي. برحب بيك يا كابتن احمد، وتحيات اكيد الكابتن اسلام الشاطر. يا كابتن اسلام ازيكم عاملين ايه؟ كابتن عامل ايه؟ هو القايمه جميله يا كابتن اسلام. اكيد كابتن احمد في البدايه طبعا عايز اكلمك بشكل عام على المعسكر، انت واحد من نجوم النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي، موسم استثنائي ومرحله استثنائيه، والموسم ده او المعسكر ده بالتحديد يا كابتن احمد ليه حسابات خاصه بالنسبه لكم وبالنسبه لكل لعيبه النادي الاهلي، كلمني على المعسكر، الاجواء، الدوافع عند لعيبه النادي الاهلي عامله ازاي؟ لا يعني في سوريا لا يعني هو المعسكر معسكر هايل الصراحه، من احسن معسكرات اللي انا طلعتها. هو يعتبر بري سيزون، يعني انا مش فاهم هو بري سيزون ولا نهايه سيزون ولا بدايه سيزون، ولكن في الاخر يعني خدنا جائزه، بدانا نتمرن كويس، كل فرقه بتمرن كويس الصراحه. بنفنش موسم اخر ماتشين، لكن في الاخر برضه هنبتدي موسم جديد، فكل الناس مركزه طبعا اكيد، لكن من لسه اجواء الماتشات يعني مش داخلين فيها قوي طبعا، بطوله افريقيا لسه بتتلعب، فممكن البطوله لما تخلص تبدا الدنيا تتسلط شويه على الدوري، فيبدا تبدا الدنيا تتغير شويه، لكن كفتره اعداد عاملين فتره ده كويسه، كل حاجه كويسه الصراحه، من احسن فتره الاعداد اللي انا عملتها، ان شاء الله ربنا يكملها على خير ان شاء الله السنه دي. تدرج مميز في مستوى المباريات اللي قدامك يا كابتن احمد، وده مطلوب اكيد في المعسكرات، لان احنا زي ما بنقول الموسم الاستثنائي وتكمله موسم مش محتاج ان انت تلعب فرق قويه وتكسب سكورات كبيره، لكن كسبنا اول مباراه بشكل كبير، استفدنا جرعه فنيه كويسه جدا، المباراه الثانيه اكيد كان ليها اهميه، المباراه الثالثه هي اللي هنفنش بيها المعسكر. بتشوف المباريات اللي قدامك بخبرتك الكبيره يا كابتن احمد ازاي؟ هو الماتشات وديه في الاخر يعني انت بتستفاد، يعني انت في فتره الاعداد لازم تلعب ماتشات، الماتشات بتجيب الريتم شويه، لكن مش شرط صغيره كبيره، اهم حاجه انت عايز ايه من الماتش، فكل واحد من الماتش عايزين نجري اكتر، الاحتكاك يبقى اكتر، بس يعني هو ممكن الليفل الماتشات بتبقى اعلى شويه، بتبقى الموضوع احسن شويه، لكن الماتشات كل معظمها يعني بالتدرج شويه واحده واحده عشان ترجع للفورمه القويه يعني. بس انا عارف يا كابتن احمد ما بيحبش يتكلم في بعض الامور، لكن امر مهم جدا، كنت بكلم عمرو جمال او بسجل معاه امبارح، بيقول لي كلمه صلي على الحبيب فتحي البيت لعيب، دي مش جايه من فراغ، احمد فتحي واحد من اعمده الرئيسيه في النادي الاهلي، بنستفيد منه بشكل كبير، لان انا كنت بساله كابتن احمد وكابتن عاشور وكل الكباتن الكبار بيتكلموا معاك في الفتره دي ازاي او مع اللعيبه، لان محتاج خلق دوافع مستمره يا كابتن احمد، وجمهور النادي الاهلي بيبقى ليه مردود كبير قوي اما بينادي ان دقد عليك في المدرج، ده بينعكس عليك ازاي يا كابتن احمد؟ لا مش انعكاس يعني، ما عندنا جمهور قوي وجمهور كبير، لكن في الاخر انا بلعب في نادي كبير، انت بتحاول تطلع كل اللي عندك، تهدي كل اللي عليك بما يرضي الله، وفي الاخر التوفيق من عند ربنا يعني، لكن خلق دوافع، لازم كل لعيب يخلق دوافع عشان يقدر يوصل لها يعني، كل واحد بيبقى عنده هدف، هدف بيخلص بيجي هدف اللي بعديه، ممكن تخفق مرة لكن كده ربنا يعوضك في حاجة تانية، لكن مش كل الأوقات هتبقى كويسة ولا كل الأوقات هتبقى وحشة، لكن في الآخر أنت بتعمل اللي عليك، وأنا يعني أو إحنا كفرقة أو كلعيبة لازم كله يشتغل على النقطة دي، يعمل اللي عليك وفي الآخر التوفيق من عند ربنا يعني، لكن بس ما فيش حاجة أكتر من كده يعني.